بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي بقول يا صدحات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحن كسوة شري كيفية السلام أما باب السلام وآدابه بأن يوسف سعدي عن أسماء بنت يزيد بن سكن الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بمر وحمري في المسجد مسايدكم مري يوما ما لم علمها كمدة مسجد كيس النبوي هاي والنبي ما لم علمها كمدة الصوم مري وعصبة أيضا الرحن أما كوح من النساء الدمر كمدة وقعود أي فرديا دمر كي كنت كذا مسايدكم ولي كك عن قيبة كمدة ويتشوغان أي النبي الصوم مري فألوى نبي وحمد عري أما إشاري بيدي قعنتيسي بركة يسنيد يبت تسليم السلام إنه دمر كالسلام يكو إشاري النبي راه الترمذي وقال حديث حسن روايتي مركة الترمذي وحاكتمد وأشار عبد الحميد بن بهرام بيده يعني نبي صلى الله عليه وسلم وحكو سلامي أفكنا واك السلام قعنتنا وأغمي داري إنه سلامي ما دام إكيرا فقايين ونبي وكبقين مقلي وايان يوحسر عشي هذل وصلانتا يقعنت أغمي داري. إذن وهذا وحور إمامك النووي محمول وحلو حنباري حديث كان كذا على أنه جمع بين اللفظ والإشارة نبي قلنا كل ميوس قدري ورد يدوق كسلامه وصلان عادية يمي ذاري وقعنته تاغو فألوى بيده بالتسليم ويؤيده حوجين يا إني سداتا والنبي قلنا كدري وردي وإريقا هاي قعنته تاغي أن في رواية أبي داود وحاكو يمد فسلم علينا إن يترى أسماء بنت يزيد من السكن الأنصارية أن الشهلية إن يترى نبي قال نصوم مري أو نسلام هذه الروح مسلم مرك في عهد الرسول أولى نبي قال نسلام أم هبل بان نسلامينا وأسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامة تقانين عادية هاي قعنتنا مرك الرواية ذكالة الشيكت ومرك أيضا عديسي حديث كان مرك أسماء بنت يزيد من السكن أنت سكلا واسوغنيا لكن وذا دا حوغ وحيقون صدان قعنت إشارة للراعين يا سلامة حوغ وكهر لين لكن حديث كان ومن رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن سكن الأنصارية رضي الله تعالى عنها مرك شهر حقوق هذا با كتشرة أرضي عبد الحميد با كحوق بدن لكن حفاظ وحي قبان رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر إني قويته إني قويته وأحمد وحوران تري لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر من حوشب دملا أبو حاتم الرازي نسوي حب يجيبه وإنك متعنت كاء أحاديثه أحاديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر صحاح أحاديث عبد الحميد كوريو شهر واصحاح ترمذنا سيدا سقول مري وحديث حسن يجيب بخاري ونكسو قوري ننك عبد الحميد بن بهرام شيخ يس شهر من حوشب أبو حديث كود إنه حسن يهي ومركا لحوشينيو ساس مركا دل ليلاده أحاديث كلا جرت أبابك كتمت ونبي قد وحام وقته إن قبله صلان إيو إشارة وسرعش قعنت أوتاقي سبحانه عليه الصلاة والسلام إيو ويدب ونبي وسرعش حديث كم مركا عمن شعيب عن أبي عن جده إيو حديث جابر إيو حديث كلا صدح حديث حتى الماما يقول نبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبه باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود بالأصابع وتسليم النصارى بالأكف نغمد ما أحد كي اسكو شبها عدانا نغا أهي يهودنا ها اسكو أكيسينين مسلمين النصارى يان لإسكو أكيسينين يهود مركا السلام يان فرح اسكو سلامان سولي تاغان يفر تاغان فرح اسكو سلامان نصارونا على عشي باب على اسكو سلام تاغان حديث مركا أيضا يحديث كان أسماء تلمامي النبي إنه قبله قعنت أتاق سلانا أورع شيء يحديث تاسي إن لجمعي أباهي إن جمعنا إيو إن لك الرجح لبضا مد أموي جمع ضي نكور نحن لنا هيتو النبي قديد عليه الصلاة والسلام وحاوي أيهود عان أي كوة هيد نصاران الوية قانة وحاوي سلان قعن لتاق أنفر لتاق أنوذنين هيه. سلانتي قول كاهيد سلانتي قول كاهيد السلام عليكم أظن دهين
oo afka isku haya inaad madaxa gundhiso, ruuxa madaxa ka salaanto, faraha ka salaanto, gacanta taagto, laakiin aad asalaamu calaykum aadan dhihin. Taa way dhaqankii yuhuudi iyo nasaare nabigu inoo diideen, waa la sameeyaa. Aminkana gaalada way sameeyaan, soomaalida qaarkoodna way sameeyaan. Wixii tii bataliyaani ama ruushku soo tababaray ama inaga hallaabay dhaqanka soomaaliya ka baxay ee inaga funduubo dhan dhaqanka way yaqaanaan. inadfaanteen bay la tahay dad baa inaga funduubay sooma ukumuhu qaybna way hallowdaa, qaybna ilma fiican bay noqota. marka taa weyto nabigu diidan yahay, laakiin nabigu iyaga wuu khilaafay, wuxuu israaciyey dhawaqii iyo weedho ruuxa lagu salaamo oo assalaamu calaykum la yidhaahdo iyo ishaaradii midaaridii. taas marka waa in waa jamaca nabigu mara waa aragtaan waa jamac xoog badan. xagga tarjiixa xadiidkan ka xoog badan kulli axaadiis baabka ku timid. xadiidkan tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam in uu israaciyey midaaridii ishaaro iyo qowlkii israaciyey ayaa ka xoog badan axaadiistaas. inkastoo wadaadaha qaarkood mucaasiriintu ay leeyihiin ishaarada iyo gacanta la israaciyey salaanta waxaa la tafaruday shahr ibnu xawsha min ariiq cabdilxamiid bahraam niman baa duray, laakiin ragga hore culimmada waaweyn baan u daynaynaa warkooda. xadiidka camr bnu shucayb can abi can jaddihi tirmidi jaamiciisu ku keenay wuuna daciifiyey, wuxuuna ku cilleeyey waxaa la ysku khilaafay rafcigiisa iyo waqfigiisa. riwaayada mowquufadana xoog badan isagu waa tuuray. ibnu xibaan wuxuu leeyay xadiidkani camnu shucayb can abi can jaddi odhanaya tasliimu lyahuudi waa bilasaabici, tasliimu nasaarna waa bilakufi, ha isku shabihiin xagga salaantii hawlaha. wuxuu leeyay ninka fanniga xadiidka yaqaana ku takhasusay xadiidkan markuu fiiriyo wuxuu ogaanayaa inuu mawduuc yahay ama maqluub yahay buu isagu waa ka tegayba. xadiidkan inuu mawduuc yahay ama maqluub yahay ayuu garanayaa buu wuuna iskaga tegay. shaahidka oo lagu xoojiyo xadiidku jaabir ah axmed baa wuxuu yidhi kaannahu mawduuc, isaguna axmed baa daaqada kala baxay. xufaadda marka waaweyna axmed iyo ibni xibaan iyo tirmidi waxay qabaan baabka axaadiista ku timid ee dhan oo dhan ee odhanaysa yuhuuddu waxay isku salaamaan, faraha iska salaamaan ama gacanta isu taagaan ama madaxa, yaan la samaynin axaadiista baabka ku timid kulligeed in idaylkeed inuuna hal xabba ka asixin bay aaminsan yihiin. waa maqluub iyo waa munkar iyo waa mawduuc bay taagan yihiin. sheekh albani iyo jamaaca marka xoogow isku dayay inay duruuqdoodii isku jamciyaan oo axaadiistaas sugaan. xilligan xaaliga baxthigu intuu noo taagan yahay wixii rabbi gadaal ka keenay soo kordhiya waa meesheede, waxaad moodaa axaadiista wax ka sugan inuusan jirin, inuusan jirin. xadiidkanna uu ka xoog badan yahay. waa markaan tarjiixa marro. amaa jamaca waa idin hormariyey, hadday asaxdo jamacaas mara, hadday asixi weydo sida hadda muuqata cilmigu waa iska kordhaaye. waxaa weeye xadiidkanaa ka xoog badan, xadiidkanaa ka xoog badan. marka way bannaan tahay weeye in la israaciyo salaan iyo ishaaro meel fog adoo taagan iyo adoo dhowba, intuba haddaad ruuxi dareento inuusan codkaada maqlaynin inaad gacanta iskugu darto qowlkii ama madaxa iyo faraha iskugu darto. waliba haddii soomaalidu hadda dhaqan bay u tahayba, laan salaanta laisma gaadhsiin kara, xagga koru marahaya. haddaad intaad fiiriso aad iskaga dhaqaaqdana hebel intu maanta maray buusa salaamin bu kuleeyay codka ilaa ma maqlahaye. laakiin haddaad gacantii lagu hataagto inaad salaantay baba u qaadanaya, inaad fahanteen ba ay la tahay. marka xagga camalkii ku dhaqankeedana xadiidkana inoo roonka muslimiin ahaan. وعن ابي امامه البهلي رضي الله تعالى عنه قال الصحابي وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس اي ان اقرب الناس ان اولى الناس تذكى متك كم مدن اي ادو بالله اله سبحانه وتعالى من دول ويبداهم بالسلام سلامه كل بالله اله وحا اخيغا او اله انو غدو او انغا فيعن مركا انو كلانو احد كسلامه بالله اي السلام عليكم ورحمه الله ان يلاه. رواه الترمذي رواه ابو داود باسناد جيد. أبو داود بوري حديث كسنة جيد كورية. ورواه الترمذي بنحو بوري وقال وحونا الترمذي لحديث حسن وقد ذكر بعده حديث كأن حديث كقدم يا لغو الشيخ وقد ذكر والله الشيخ حديث أبي أمامة بعده بعد هذا الباب بال الشيخ دون وسوع علم دون أساس أتشيدا لكن نصدق أركض مقر هيا أنت أنتم به نصدق أركض أمر لك أنه وقد ذكر بعده أنا أضوائي لك أنت ما قال إذا إذن قرنت إن كلا wuxuu ujeeda xadiidka abi umaama wuu soo noqonaya bacda xadiidin buu soo laaban doonaa xadiitay. cillada iyo xikmada ruuxa salaanta bilaaba inooga mudan yahay ilaahay, rabbina inooga xigo,
ومحي حديث كلا الوعد من حديث المسعودة لأنه ذكرهم بالسلام لأنه ذكرهم السلام عفوا نبي الله محو ننكاسي ومضى إذن سلانتي بإن حسوسي وأن إسكسع أن صومها أساء ينوب بالله خير بينوب بالله بهاتي أنا إن ترددوا كي جواب تواجب كون نقطي خير لأنه ذكرهم السلام سلانتي يا مقعي إلهي حسد بحسوسي خير نكو حسوسي أنا إلهي كام مضان حلقة حالقة معنى هو السدى. وعن أبي جري الهجيمي جاب بن سليم وين صومر رحي صحابي كان حديث ورم بن صومر رحي حديث كيس صوغ سيدان كدير قال وحوري صحابي أتيت رسول الله رسول كليه بن صلى الله عليه وسلم فقلت وحاد عليك السلام يا رسول الله رسول كليه يو سلام دش هذا قال سبحانه وحور الله تقول عليك السلام هدهن عليك السلام نبي الله محاجر فإن عليك السلام تحية الموتى عليك السلام وصلانتي أهل آخرة ذوي أهل قبور كذلك دنتيبا نقان أوله وحاطر هذا السلام عليك سلام تهور مري هبين داود بن نقصه هذا اللي رواه داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح سبق وقد سبق بطول حديث كصور ديربو صهر مري وذكرنا إيسان تضبب والسقاشن يلح بين نقصه بري قضية المركة وذاتها قاركود وحيوقات إنه يهي إخبار عن مشروع وهذا واحد من هو إخبار عن واقع. لا بد أن نبى الله يسقها يا. نبأك أوقات مركة إن حكم شرع النبي ومد أشيء لا تقول عليك السلام. فإن عليك السلام تحية الموتى. هذا هو خبر شارع. لا إخبار عن واقع. أتلا هذا. وحد أرنيس لو أركيا إن يتهاي حكم شرع. والنبي يقول لي هاي هل لك للدو سلام تضدك النول إيو تضدك آخر. روح عطود انتي وحالقو السلام هيا عليك السلام السقى اللهور مرنيا مدعو اللهوغا أما مسلم عليهيغا أيا اللهور مرنيا دعادنا والدن بيسينيا وعليك الديال الخطابي روحي للسلام يا من لو دعيني دعادة والسلام نقدال بلقي وحي موتن وحي النول صوماء وحالهور مرنيا سلامتي الدعادة السلام عليك ورنيس مركز المركز قبطينا يتهاي خبر شارع حكم شرعية وأساس الله كلا قاد متأخرين ضمبا كتجي رجعوا علوم ذا وحقب ما أرد وأنا رأي ضعيف الصواب كواب محي وإخبار عن واقع أبو حكوا رمية واقع تري حلقة أيادة يا عرب التقن وأنا قصوم مري عربتهم في الجاهلية قبل الإسلام روح هذوم موطين يا هيساس وحور مرن ترين أسجم مجع عيسى عليك سلام الله بأورنجرين عليك سلام الله حتى واجدهم شعراء الجاهلية حتى شعراء المسلمين عمر مركي وعلى علي قبيقي سيوذاتك صحابي قيس بن عاصم الأورنج كلي قبيقي تريهم حور مريين رقم كودهور الجاهلية يخدر الرسلين وعيدين عليك سلام الله من أمير وباركة عليك سلام الله قيس بن عاصم ساسي وقبيين مركا وإخبار عن واقع أما مركا لو يمادو شرعك لو يمادو way banaan tahay weeyahe hee in mararka qaar kood la kala hormariyo laakiin al ghalib ruux nool iyo ruux dhintayba waxa lagu salaami weeyo isku si sharciga xukumkiisa haduu mootan yahay ruux iyo haduu dhintay iyo haduu nool yahay iyo hadan qabur siyaarayno iyo hadan wada fadhiyo dul istaagnaba waa isku salaam weey qaburta tagi maxaa dhii assalaamu alaykum daar qawmin مؤمنين إذن السلام عليكم كون نورنا السلام عليكم إن لك لقاد أموات يا أحياء ويحكمك الشرعي لكن كلقات كون عربي جاهل وذات كون مركز وصوى إسلام وأسجد النبي كان أمد وقبت كو إسلام هوش وتي مركز روح موطن لقو سلام يجري يونبي يقول يتوش هوش آيادا هذا دقن قاعد كورع وانور هاي ومرد من محل عليك السلام إليه هذا تي إسلام كربت صوماها محاطر هذا السلام عليكم ده لا تقول عليك السلام مرك عليك السلام روح النور لقوم السلام كره نهي جا مرك إنه قبل لا تقول عليك السلام ومبتدي كان كهالينا بادي قال لك هالينا خدي جماعة بالله وهران إنه كهالينا
marka ikhbaaruna can waaqic iyo ikhbaaruna can mashruucin labadaasi kala yihiin noole iyo mootaneba isku sibaad ku salaami waxaad hor marinaysaa ducada iyo salaantaad hor marin kaaful khitaab kaana waad iyo howlihii jamaacada miimkaada gadaal baad geynaysa nenu isfahan culimaallahi idan waa ikhbaarun can waaqicin laa ikhbaarun can mashruuc saasaa laga wadaa ابن القيم بقى القضية دوغا هاللي فهي لبا كتاب بكوش حي قضية دي كتاب زاد المعاد كم جلد لباد أفر بقول سقاشين سقاشين يو لبو بحث دور هذا قيم بدن بولي هاي أدل ورؤو كان صدي إن هوش إخبار عن واقع أي تاي كتاب كيس بداع الفوائد مجلد كاللباد لح بقول لحذن يو لبنا سدا سقفة فاس يدونا صادرت وذاتك من علانا مركو شرح هاي أذكرك النووي بحثك من القيمة دي رابو سوقات مركاس ومركو آذ وفافا يبوري فوائدا وحاي اسكالون كسو قدان ابن القيم الجوزية مركو قدام بيسو كذلك الشيغية مركو سيدا سوي وانا سيدا سوقو تلما نصوص تدن بانا عضينيس انو نبيو اديدو هدي اخبار عن شرع مشروع لقردو انو نبيو السحابي قردو هوشو اكلدو وامواتنا قاب الصلاان انت نول قاب الصلاان asaguna markuu noosh jidaynaya salaantii dadka muslimiinta inta mootani inta noolba waadana isku mid ka dhigo ma dhacdeen uma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an sidaas wey baabu adab salaam sayyid ibn qayyim hadithkan ku kaalay u dambay hadan marayno abi juray al hujaymi jabn sulaym xulu waa hadith sahiha adbun u sharci hada sagal muraajacay adab salaam sal anta adabtiidi bu baabi wuu soo hormariyay adabtiida qayb badan oo kamida laakiin wuxuu u jeedaa ninka salaanta gudanaya qaabka dadku u salaami lahaa iyo degdeg loo degdegay labada akhlaaq burba inuu ka hadlo cali ibn urwata radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulullah sallallahu alayhi wasallam qaal nabigu wuxuu yidhi yusallimu arraakibu ninka gaadiidka saaran ha salaamo waa khabarun bimacna amrin yusallimu arraakibu raakibku ruuxa gaadiidka fuushani wuu salaamayaa waa khabar daahirka marka la fiiriyo laakiin xukumku waa amar صدرت رواية أحمد بعديسو ليسلم الراكب وباتمت ليسلم الراكب أمر لام الأمر في المضارع ولا قليل روح قايد كسارني هسلام على الماشي روح اللويني هذا قايد قايد وطا أما أور سارن أما موتا سارن هذا يقصر بحان اللويني هذا لقى ربا سلام تنات باللوب راكبك أيا سلام تسكلي وباللابي ليسلم الراكب راكبك ها سلام على الماشي كصعنية والماشي وفي رواية والمار مثل اللغين ينا ها سلام على القاعد كفردية وصومري والقليل انت يريئي صعوت ها سلامتو على الكثير انت بضني جماعة ده متفق عليه وفي رواية للبخاري وحاكوي مد والصغير مثل يريئي ها سلام على الكبير كوين ويلك نبي عليه الصلاة والسلام حكمة إيا علة وكلد والسلام تبلو جيدا والراكب كأسي وماشي كأسي قليل كإنت يرأسي صغير كنن كيرأسي بلو جهوري آداب تقابك النبي وقد علة الحكمة ذو معد نصوصنا ميسا شرحين لكن علماء يكون اجتهادين مصلق الأولنجر مسالك مسالك العلة تخريج المناط تخريج المناط حكم كالورة دي علة كأحكامته وإذا دو قاركود مرينا وحيليين روح ميل فردية أما أسوء إسكس عدو ما شاء يعني قايد وطه هذا إسكس وبحان هذا يقول وحاء أود سرالت لقوته ما ها نينك قاري قايد كوطه حيوغ وسنك يرتاقي هذا اللي بقي سنة كتماتي كرة أما رافك بكو قادي كرة سلانتنا الله بألوكي دي الإيذان بالسلامة والتودد سلامت الله بضع مشروع الله بضع حكومة بكل سنتاي إن تروح أمه جسن نبض ينبض قليو ينحرس إيا إنا تكالق على إيا تشعيل خكس بريس سلامت الله بضع كين تابعدي مركة أدو قيد وتآتر السلام عليكم معنا دوام محاي حبايا قعب سن موطونا قرد فن محايو داريقنا كمارين محايو وران كان لور دايني كوكود دي لماي أدونكم وان نبضوهي saas darteed maadaama had iyo goor ninka raakibka uu awoodda sare la bidayo ninka fadhiya ama socdana uu xogow khawf iyo cabsi geli karta raakibkaani salaanta raakibka la siinuu bilaa bilow baa laadiga dareenku ma taka saar assalaamu calaykum dheh xikmadda waa xikmad quruxsan waa xikmadda ku jirta culimadu waa aad bay quruxsanta maxay ku yimid maashi iyo qaacid baa yimid annagoo fadhina adoo socona soo mar salaanta yaa bilaabi baa la yidhi ماشي
nin fadhiya nabad buu u fadhiya dhibba ma qabo, yaa dareen laga qabaa? Kan socdo tolo muxuu la iman doonaa? Assalaamu calaykum. Markaad tidhaahdo adduunku waa nabadu, falaa dhibaa nalaga goyn, waan degaynaa, saasaadna salaanta lagu siiyey. Alqaliilu waalkaiir, haddaan kulanno marka marka waa markii nin socda iyo nin fadhiya, nin gaadida wata iyo nin lugaynaya ahay labadaas. Hadda inagoo kooxaa iska hornimid afar wadaad iyo labaatan baa iska hortimid, salaanta yaa iskale inay bilaabaan? Inta yar baa bilaabi. Limaada? maxaa tiraday? maxaa tiri jamaal? haddaday cabsanaya waxaa rabi kuwa badan in la siiyo salaanta oo la wariya nimankiina yarka ha cabsan, ida junjunsan mayne, nabad baa jirta in la yiraahayd. Qoli waxay dhaheen way leeyihiin waa tawaaducan, tawaaduc weeye. Yani waxaa la rabaa kuwa yar baa salaanta bilaabaya tawaaducan wanqiyaada lijumhuur lmuslimiin. Wahadiyo goor waxaa la rabaa inta yari inta badan inay inta yari u hogaansanto muslimiintu dhankay u badan tahay. Wadar iyo waaxid yaa yaa waalan muslimiinta dhexdooda markay diintu saxantay laga hadlayo. Marka hadiyo goor bulshada iyo meesha loo badan yahay, haddii la toosan yahay salaana, hadee toosnimaa laisku og yahay, aduu bilow weeye oo tawaaduc nimanka kaa badan xoogow ixtiraam iyo qadarin u muuji. Halkaas wadada ka wareegan maxaa ku yimid sagiir iyo kabiir hadday kulmaan. Sagiirka salaanta bilaabi baa la yidhi litacdiimi watawqiir, laysa mina man lam yarxam sagiirna walam yacrif xaqa kabiirina. Idan waa tacdiim iyo tawqiir iyo ixtiraam iyo qadarin wey marka iyada taa banaankay taalla. Qaabkaasay wadaaduhu ugu ijtihaadeen xikamka nabigu u kala bedelay u kala bedelay. Taas marka hadda laga hadlahay ee laleeyahay raakibka iyo kuwan waa markaynu kulaneen isu nimaadno. Laakiin mar haddaan anagu fadhino adigu waari tahay oo adigu kor ka timaado, yarow weynow badnow, salaanta adaa laga rabaa. Soomaali way taqaan waxay dhahay nin socdana salaan, nin fadhiyeyna sooryo, waa la kaleeyo xubinku iskuma khaldano. Salaanta waxaa bilaabaya hadii goor waaridka ama ha badnaado ha weynaado ha yaraado, alwaarid ninka isagoo socdee kor ka yimid ayaa salaanta bilaabay. Waa marka aad waarid tahay. Laakiin tafsiilkan aa kale waa marka cinda aliltiqaa, tafsiilkan kale waa markaynu kulanno anagu xag ka yimid ka nimid iyadu xag ka yimid. Laakiin marka anagu fadhino adiguna aad waarid tahay, aan kaa badnaano aan kaa yaraano, adiga waarid kor ka yimid, odayga u weynaa noqo, culummadii u badnayd noqo, xer ha noqoto kuwa fadhiya, waaridka salaanta laga rabaa. Marka cinda alwuruud iyo cinda aliltiqaa bay wadaaduhu kala duwayaan nusuustayna ka qaateen qadiyada iyada, inaha inaad fahanteen bay ila tahay. وعن ابي امامه سدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بالله حديثك كلها وقد ذكر بعده واكنا وسعلي وذاتك ان اولى الناس ذاتك متك امضان ان اولى الناس بابراهيم اولى الناس بالله ذاتك الهي اوغو مودن اوغو دو اولى هنا واقرب ما لغا ودا من دون ويبدأهم بالسلام سلام تقول بالله. رواه أبو داود بإسناد جيد. وراه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي قيل يا رسول الله رسولك لا يو الرجلان يلتقيان لو أنه كل مية أيهما كوديبا يبدأ بالسلام سلام تقول بالله بي. وعند الالتقاء كان سلام تقول بالله بي. قال نبي حر أولاهما بالله تعالى أولاهما بالله تعالى أي أقربهما بالله مثل أن الأغدو ayaa salaanta la boodi. Idan aniga waa isla egnahay, laba noo isku aynaan nahay, laba culumaan nahay, laba waayeel baan nahay, waxa isma dheerin. Sagiiru cala kabiir meesha ma taalla iyo qaliil cala kathiir waa laba nin oo isku mida. Marka ayaa salaanta leh wax lagu kala fadila ma joo, meesha ma yaallo, midkood waarid ma aha, midna ma fadhiye, waa isku hor yimaadeen. Waxyaabihii ka odhanna waa ka siman yihiin. Marka ayaa u degdegaya salaanta oo iska leh ninka de Ilaahay ka xusuus badan
أسوه صلاة أجر كهر إلى الدون يدينتنا قرق مدوني أولاهما أقربهما بالله سبحانه وتعالى متك الله يقوله بالله قال الترمذي وقال حديث حسن 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 بوري حديثك لو حكوي من البادي بالسلام بريء من الكبر سيدة ضبط صلاة ننك باللعبة وحكب بريك النقضاء إلى كبد بادي كبري إسلوينا صدرت تدك أن حقو أي وصنك يرتاقي تدك أن قرينا سلاماني وذات حقو هن اسكاق بسلاماني حرت ير حقو أن سبع أول بسنين سلاماني هولها صنك يرتاقي رقا يقل لأيني أما الله شرفت أما لسنتا بي سلامتك حريريا سلامته هو الحرمي وحكم إسلامي رقن المسلمين وي ألا اللي قلت هذا البادئ بالسلام بريء من الكبر حديث باكم ضعف في كتشره برك سلامته وحى الله بالله يوحوي حرام بان يسوى الشيخنا إله وحد النقرد وتذكير بالله سبحانه وتعالى وأنا براءة من الكبر حديثك ضعيف كضعف في كتشره سدو تلمامي حديث ضعف في كتشره إن لقد رقمك احتياطنا وأنه صوم الرأي أو شاعي ضعف مرك سلامة بدي ومضى السلامة باب استحباب إعادة السلام سلامة إن لغو عليه إن الله سنة يلا شعري على من دول دشي تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في العال استحباب إعادة السلام سلامة إن تسوعلس دايما سلامة إن تسوعلس إن الله سنة على من دول الله سنة يتكرر لقاؤه وصون نغضي لكل أنكي سبا صول الله على قرب من حل سدو سدوا شاو وأطبع هذا مسكوش هذا قشي وأتصون نقط تلفون بالله بحلى وأتصون نقط كبات سوق قاتي وأتصون نقط إسكت دد فقاتي ومدبب مغني إذا أرو دقيقة إسكت وصون نغضي بسلام تلقاها رب الله ونص النية بأن دخل وإن سوق لمتن الروح ثم خرج فورا وسوق له دنو بحي ثم دخل في الحجز المركي دنو وصون نقطي أو حال بينهما أما أوكلت هذا إلا بدل الروح شجرة جدي ونحو ما وحي لمدة جد بين وأول سعني جد بدلو رجتان لو رجعي وأن كل نواس السلامين معه الدليل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث في حديث المسيء صلاته نك صلاة سكوع يارا يرجع فصلي فإنك لم تصلي نبي كجدي نك صلاة سب إيه أركان تدي شروط الآن أوف سنين حديثك وحاكوي مد أنه جاء نك إنه يمد جاء المسجد مسجد كبو يمد فصلى واتكذي نبي قد حفظ ليه ثم جاء إلى النبي نبي قد يمد مصلي وكتكذا قصر دقائي ونبي قد سهد الاستاغي فصلم عليه سبحانه وسلام فرد عليه السلام نبي قد صلان تبو كقاضي فقال وحوي لإرجع النقو فصلي تكو فإنك لم تصلي تكورت سهد تكو سيد الشرع يؤتكم حيا لي وحد صلاة كنت شكتب الله تمد لكن صلاة شرع أماءها فرجع والله بتوذاتك مصليه وكنت كان يقول الله بطيف الصلاة وكذي ثم جاء من مصلاه حكسر دقاقي ماشي وكنت كان يي صبنه ويمد فسلم على النبي نبي والسلام عليه الصلاة والسلام حتى فعل ذلك ثلاث مرات إلى هوشا أوسميي صدح شير صدح شير بهوشا سمي ونبي قال ويما دا سلامة ويما دا سلامة إذن حقه وكقات الشيخ ولقى قاضنية مركو ري مسيدك وسوق قال صلاه دي وتك تحيه المسجد كان مركو دمهيست كديب ايو نبي سلام اي صحابي لانه مسايد كمركا سوق غشو سنده وها وهي ادونا سلاين با توكنيسا مركو تحيه المسجد با مسايد كو سلاميس مسايد كمركا كو سلامتو ركعتين قاد توكتو اياد امده دح فديدا سلاميس صح ما هو ان لغا فيعان ياهي ان ابن ادم كي سلامتو ادون لا ايمانين سلانتي مسجدك مين نزفان هاو شاو في رصدات صحابي كان محسمي مسألك مركو صوق النبي قول دحفة دي موصن سلام النبي ركعتين تحيط المسجد وتكذي كدب النبي قول ايمد او سلامي نبي حقوق انصدي صلاة دي قابك او تكذي موسى حقوق انصنين سيدو اكله هرمري نبي سلانتي سي ايو ايا سلانتي الهي مسايد كيسي وركميات فانتين صدرت وحيد هذا من إله حقوق الله هي حقوق الناس مركا إسقبتان حقوق الله لك الهر مريو صلانتا كمدا بيتك إله هذا تكتيك عبدا ضواف بأوغه الرئي تحية مسجد الحرام ومحي وطواف بالكعبة
تحيه المساجد نوام حبيوت الله وركعتين يوح ربك وقدر كذب الالمه دحف دي سلاميس حق الهي حق الناس هل كانوا كلو حلور مريا حق الله وركم يد فانتي وقال المساله كبر اروع لكن سمى الله محورتا جماعة السلام عليكم كذبنا هولين سيداوي سوما وقال مساعد كاسكلا سلامتا صدرت النبي ومركو يماد السفر كي يماد مسجد كاسون رعتين كنت كانين هي ما هذا جرين قريه سي قبله سي عرس ما هذا جرين أبوك هادات صوغ عشان سيداو كلوي مسلمين تو ضد كادي اهل كادي احفر ليا بيتكنا وبيتك الهي يا ذي فانت وركاز وركا كبر أروع متفق إذا سحابي كان ميقى قرب النبي السلام صدح شرب وسلامي أوليبا ونبي أكتيس كنت كان يأركا هيا إذا هدات فقاتي هدات فقاتنا كبش الدرونوي مرك هذا ما ورد هذا النجاب حد محيط السلام تادو إذا بدرو وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه مثكين هذو ولالك لك المغالك مسلم لو جداي فليسلم عليها سلام فإن حال ذلك لا تيدو كلا دحمرتو كلا تيدو بينهما بين الأخوين لبدي وراها كل ما يسو يمد أما ولد سعودي شجرة قيد أو جدار أما جدار يا دربي أو حجر أما رجح يا بور ثم لقيه كدمنا لك الماء فليسلم عليها سلام رواه أبو داود وحديث صحيح هو إذا رقم كاواسدة لبقي قيد محل لبدي جاري وما ولد سعودي قال بأن حك لو رجع أن حك لو رجع تيم حلا السلام عليكم سماحلي ده يقولي وذات كسام بكو خفيفة بعيد إنك إنك جماعة وعلم دونا أربعة دوسوا واحد حي تمام قش مركب واحد قال لي بالشيء يعني سماحلي واتقانا باب استحباب السلام إذا دخل بيته قول قال هذا فوق عشان يضم بد السلام تو يو هدو حتى إليها إن الله سنة يو قال الله تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم قري هذا قشان نفتينا السلامة وأهل كنا اللو تشيدو أما قري نئية أدقى نفط هذه المسلمين تقولون ولا إنسي جنبا تحية من عند الله مباركة طيبة وين صومر كتاب السلام بلوي سنكو صومر آيات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله رسولك لو يحيو يجيدي يا بني ويل كيغيو ويل وتلطيف ملاطفه ويل كيزاد صومر يا بني ويلكيغيو اذا دخلت على اهلك ريرك هذه غرغا دات غشو اود غرغا دي غادو فسلم اي عليهم فسلم عليهم سلام وي يكون سلامك سلامتا وحين نقونيسا بركه عليك غرغا الله كوغو بركينيا دوشادا ادا لوغو بركين اجر باد كهيلي او الهي با اجر كاغا قوري وا لوغو دوور وا لوغو الىلين وعلى أهل بيتك إياد بيت كرغا لدك دقان إلها كبركين أي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إذن تدك كرون صلاة مهر هيركا إسكال وعرطة إسكال أو هيغا دي راسكا دا إسكال ربطة دقان تايبا إسكال مركا صلاة أمدة هلا قرشي هلا بدي باب السلام على الصبيان عرطة يركين لسلامك رقا ووين بسمي عرطة دلانك عيارة إن صلاة الله سنين لسلام وحما حايا إلي شرعي والغطر بيينيا يقول يربى هذا أركي شيء إن الله سلامة ورسان تقال اللي جادو كي قد أكت لما روجيو مركز دم بالله صحو وكتر ببرنايا والقوع عربنايا ليلي وناكسنوي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان عرؤن وصوم ريبو شيقا أنس تابعين تبكورنا يدي فسلم عليهم عرؤتي بسلامي وقال وحونا إلى أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رسولك إلهي باسدا يلي شري نقول عيارا ينتون صومرو أيون النبي قلنا سلام يجري أنا نسيده وكلو سمينا يا وقرق مهايا باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا شرط وحبابي هاي سلام الرجل على زوجته إن كونوا حاسك سلام أي أي سنتها حاسك السلام عليك أو عليكم أغران كرتو يو المرأة هوين السلام كرؤ من محارمه aan gayaankiisa ahay oo habariirti ayaydi iyo eedadii iyo gabadhu abtu u yahay iyo midoo aday run u yahay iyo dadka noocaanta maxaarimtaada iyo inuu salaamku ugu calaa ajnabiyatin gabadh gayaankiisa oo ajnabi ka on maxaarimta ahay iyo wa ajnabiyatin dumar gayaankiisa oo asna ajnabiyad uu salaami karo la yakhafu alfitnata bihinna usan ka baqaynin uu ku fidnoodo
kufidno meesha war xunto ka bilowday dabdarro kale ay ka timaada laga baqayn oo salaan islaam ay tahay inay front tahay oo islaami karo. Bukhari baa asagu wuxuu baabaystay baabu tasliimi rajuli تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال صحيح هذا كتاب الاستئذان باب كاسو سو غنتيبا بخاري فقهي سو عجيب وي باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال لو حديث باب كوكاني وحا كميدا حديث جبريل عائشه وسلامي هبين دو سومرين سوماهين مسابين صد عضبها هبين قدام بي عائشه كسور امام حديث كوكاني حديث لميدا wadaada bisho waxay dhayn jibri ee bukhari muhuudan leh taslimu rijal ala nisa wan nisa ala rijal jibri waxaydan nin ma aha lab iyo dadig midna laba oran karay dhayn maxaa jibri la xadiidkii smash soo galin leh bukhari sidii loo bisho soo maragta xafad guxuul waydan ka wasbaxday bukhari jibriil nabiga wuxuu u iman jiray fi surati rajulin bukhari waydan ka fiqi badan yahay oo nagnagta naga daayay waruntii بخاري نين لغو سو دقدقا مع أبو عبد الله نين سهلان مع مسلمين تو انتهي سقادان لقابا إلى يومنا هذا كتاب كسل نقاش الله رجل مبارك وإلهي بركي مركة وحور ربا ورنتي هدي جبريل وحور ومجي نبيل في سورة الرجلين أصغو عائشي نبي أكتان أبو عائشة السلامي ستوصة عائشة ما دام أيسن مقلي إن حقنا إن أركي النبي جبريل باكو سلامي ويو جوابتي إذا وانين أجنبي أو سلامي هويني أجنبية باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال بخاري هل كسو إيشي إذا بخاري وركس ورسال الماء مركا حديث كان لنوو كان سعولي اسم لها وعلى أجنبية وأجنبية لا يخاف الفتنة بهن لا يخاف الفتنة بهن أحاديثكم إما نحقي الله كياني قواعد الشريعة لك فهمها إياه خير حكومية إلى شرط وقم مقشي والسلامة لا يعادلها شيء أجر دوم بانها دين ماشي في النية دم ببلغ بقى هاي أجر كواتك عرر قواعد الشريعة دي كليات كينية إذن عمومات كوحاب أن عمومات النصوص اللي قيد القواعد الكلية ويبنان تاي تخصيص النص العام لفظ عام كأن القواعد الشرعية أصوش كلها في بعض المواضع اللي قيده ومسألة مسلمة لأن جزئيات كليات كما خلافان كليات جزئيات كما الدمية وأن لك لهاجئ كلية الجزئيات لا تريد على الكليات بالنقد والعكس صحيح هذا مقلع سنين اللي وحاسكور إمانا هي النص كان قواعد الشرع على المايا وأن لك لقوين يا بقول كن هو سقاش ما تقول هاي دي محطمين هذا أنا بقول سقاشن بان سقاشن هون إيه كان مسعون إيسا هذا ثمن ولا كلا شرين زوما سام بان نصوت الله كلا شرع ولا إسكلام بلا وسلامه هنا أيقون أيضا كسلامي كران أيقا كسلام وسلام تب الله بيا بهذا الشرط الشرط قال سوا مركان أن لقى بقينين فتنو فتنو مالك أيقو تفصيل بيني حنفي وعيو ويقدر ينبا حنفي وحيدا قبلكم أنا سلامي كرتول ما أنا سلامي أنا في يورك وبناكس كليت هويني هوينا تهيراتو فتنها لقبقين لقبقين ممنوع بقى أذوقنا ما سلامي كرتيت أيقونا كما سلامي كرام ومحاشرين مايو حدا هوينكو صلاة إلهي باب اللوتي دي قرانين للجهرة أذانك باب اللوتي دي أقيمت باب اللوتي دي عتكو إن كرو قاضان باب اللوتي دي قبل محمد يديهم مثل صلاة المقلة إلا إيمان صلاة المقلة إلا إيمان إذن هرام ممنوع ولا بتولو ما دي كرتان سيدات كو سلام هاي لما سلامي كرا كنا سلامي كرا حان في ورقة محل غير ومخالف للنصوص حق إسكي مالكي وحيد هوين إذا وين يا جبر ديرت الشاب ده لك القاضية هوين إذا وين وسلامي كرت وين أكون سلامي لكن إن مضوا اسمه سلام إسلام كمان السلام إياه وتفصيل أن دليل لهين بالليل عائشة هوين يربى آيت مكو جبريل سلام أيه دمر كن نبي كل سلام ما كلا قادين صحابة ودمر كي سلام ما يسن كلا قاد تفصيل كم مالك حكيت كن تل عم بعض كلا قادن هوين وهوين كوير هولا وضيعي شريفات كلا قادن كبر دمج على يمد سحوه بدي كولا هاد كلا قاد هولا بدن بدو وداني هوشاني حكيت كن تل
maalkii warkeed ay ugu wadfaantay waxay waxaan ku salaaynay haweenka waaweyn qaaliban aala laguma fidnoobo gabdhaha yararka laakiin indhaha kuskuusan imtixaan wayay dhahay maalkii warkeed wadfaantay warkood xaggeeya geeya xanaabilee shaaficiya fiican sagiiri kibir la kala qaadi ma haweenay weyn iyo tu yarba waa la salaami way ku salaami waad salaami waa la kala qaadi laakiin waa in fidno kale aan laga baqaynin macnahaas marka xanaabilada iyo shaaficiyadu ayaa nusuusta u roon baabkan dheera marka sheekhu u guntay wuxuu u daliishaday xadiis dhowr ah can saalim ibn sacd sacdi radiallahu tacaala canhu qaal wuxuu uhi saxaabiga kaanat fina imra'atun haweenay baa annaga reer bani cabdilashal ah haweenay ansaariyada ashaliyada xaafidku wuxuu leeyahy magaceeda ma helin qolyaha wax sharxaana waaba magaceeda wax sheega ma arag waa saxaabiyad ansaariyadoo reer bin cabdilashal oo la yaqaano caana laakiin magaceedunba ragga dambe mutaaqidiintu ay waayeen kaanat fiina imra'atun haweenay baa naga tirsan haddaan nahay ansaar reer bani cabdilashal ah wa fii riwaayatin kaanat lana cajuuzun haweenay waayeel oo islaam weyno duqa ayaanu ahal iyo faamil ahayn maxay haweenadaas samayn jirtay تأخذ من أصول السلق سلق يبهل كان لي هذا بريدي سي يحيد كيس يسوي بحين جرت سلق هو جيد إنه بالك إنه طبع عصية دي جري طبع عصية أما بقلك عليه أنت شكرنا والله عنا سلك زين تلا صوب بحي الله شر شر أيا سو الله عنا برد هذا إني معانيت برد هذا طن كان يما يتي سمار اسمه كرنا يسا كون ما لهنا والله أبو رال لكن بيوير أكتر silqiga layda dabcaseeyi iyo baradhada waa bagal baxo dhulkana bari gashada caleentiisan la cuno way silqigu beeray lahayd oo marka bay u dhaweyd biiru budaaca u dhaweyd iyadoo ay lahayd bay ka soo guri jirtay maalinka jimcada ah xoogo waliimo yar bay samayn intaa marka ansaareed ee dhallinyarada ee waxba haysanin bay maalinka jimcada ah waliimo yar u samayn jirtay maxay ka samaynaysaa heed yaroo shiida iyo geedka ay soo bixisa baridiisa isku habaysa saxaabigu wuu soo ugu farxaayo maalinka jimcahan isugu jiray bu waliimadaas beri ma khamiis ba haa jimcahan kusii farxi jiray bu u ka sheekaynaya waxa yare ruuxa muslimka uu taro ruux baahan faa'iidu leeyay kutusaysa taakhudu waxay soo qaadi jirtay min usuuli silqi geedka silqiga la yihahda jiriddiisa baridiisa xiidkiisa soo bixin jirta fatatraxu waxay ku ridi jirtay filqidri dheriga way karinaysaa dabkay saari dheri intay biyo ku shubto intaasi waa asagii barhiisa ay ku samaynaysa wa tukarkiru waxay shiidi jirtay alkarkaratu wa ataxnu waa shiidaha wa tukarkiru waxay shiidi jirtay ridqi jirtay xabaatin min shaciir xugow dhowr xabo heed ama garbi ah yani misagay aan badnaynna way shiidahay marin jirtay faidaa sallayna aljumuca markaan salaada jumca soo tukanno wansarabna aan soo rogmanno nusallimu calayha hada bayt lqasiid haweenidaan salaami jiray salaantana maxaa u dheer khayrka ay bartay gabadhu haweenka haween khayr badan bay ahaayeen nusallimu calayha waanu salaami jiray fatuqadimuhu ilayna markaasay noo soo dhigi jirtay heed yarayd iyo geedka silqiga ay isku hagaajisay riwaayadii marka bukhaari riwaayadii bukhaari fi bacdi almawaadic waxaa ku jirtay fakunnaa natamannaa yowma aljumucati لطعامها ذلك صحيح وعور فكنا نتمنى يوم الجمعة ما لك الجمعة در سنتر ريب وان سوق تر أدبا نتيك سنتر ري ورم أسبوع دنا ما أفر جمعة لقلي والله بجمعة لقاه ولا سيكل باي وذات داس النوق أنت كست يرتا لطعامها ذلك الراشين كاسر كي نسي سمالن كا حرت يدك مساكن تكو عاوزه يعني سوق تر سمال ويلها جمعة ركن بيلهان تريانو مالن أي faraaqa ay leeyihiin oo xerta iyo masaakiinta iyo wax siiyaan oo guryaha wax ka kariyaan bay lahaan jireen hadda laakiin lagu kala tag ma aqaan waxaad ku bedesheen maxaad ku bedesheen minbesa meesheedi buuxisay xogu baa laisku diray xogu weliimadaha waa laisku xawilaa baan u malaynay laakiin waxaa idinku daran weliimana samayn maysaan waxna xawili maysaan aafadu halkaasay ka timid yaa sheekh yuusuf xer ma jirtaa annagaa xer hadde maxaa jira saas rataana ku baxsat aa kama jiraan way dhooban yihiin way dhooban yihiin riwaaye kale bukhaari fanafraxu min ajlihi fanafraxu min ajlihi raashiinka yarkay gabadha noo diyaaris maalinka jumcada oon higsanaynaanu ku farxi jiray buu saxaabigu waa dhooban yihiin dad baahan oo masaakiin oo
maanin ay ku soo hirtaan haddaad u samaysaan aada oga ajri weli baa dhooban laakiin uma jeeddaan maxalu shaahidku sheekhu ka rawaa maxay waanu salaami jiray kooda yar iyo ka weynba maamada intay u tagaan bay salaami jireen kulligoodna ajnabiyaad bay ka ahaayeen ajaanibayn halinoo maxramkeeda kuma jirin xaabidku siduu cadday qowluhu yidhi rawahu albukhaari qowluhu yidhi tukarkiru ay tadxanu way shiidi jirtay wey عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها قال وحيت جدي أتيت النبي النبي كان يوم الفتح مالك فرشاد النبي كان ويمد وهو يغتسل أسوق قبيل السنة وفاطمة بنت محمد نه بنت محمد تستره أي كأستر أي النبي كان بثوب مرأي وضل على ميزه أي ذلك كحجري سيوق الرحضة فسلمت عليه وان سلام فاختنا مركز وير أم هانئ ومركز وناقير ناقير وي علي بي حتى كسي يريد يوكوين الدوال الشيء المهم إذا النبي قال سلامة سلامة النبي هو كقاضي واتم أهيب له مرقى أشياء كدب وطن النبي سلامة كقاضي إذا النبي قال سلامة أصغى الضمر كسلامة وإن صومري رقى الضمر كسلامة مرقى ميشان شافعي حنابلا كقر لي انت الرعضي وذكرت الحديث حديث كده رابي الشيكتي أو نبي يقولوا تكدي سديد ركعة ومانك وصلاة الشكر كد ابن علي ويقول دعوته النبي الله ونمان عن أمان سيو يقولوا كسو حريب روائن الله علي يقب علي وصيف لقى ماما هي وحديث كده را والنبي يقولوا وانو مغنقل نعدا او مغنقل ماذا أمان سيها نمان كها بس نمان رحيد كده وعروت يقول الشيء رجل الله شو دماشيال كده يا كسو عروي تريد مغنقل عينا وحروكو ويقوا ايان قال النبي نفتو كنت صومها ما انتوا موت كاردين هي deguru korka ka soo xidhay nabiga ku soo xaratay ilaad kale ka qaban kartaa ma jiree marka nabiga ayay banaanka mar gabadha hadithki wey rawahu muslim an asma bint yazid radiyallahu ta'ala anha qala hadith gabadha hadda inuu soo mareeyney asma bint yazid min sakan al ansariya al ashaliya weeyaan ee oran jiga nabiga maxamed ba gacanta noo taagay qala waxay tiri marra alayna an nabiga nabiga soo maray fi niswatin dumar guud anagoo farabadan oo jamaaca wa usbatu min an nisaa'i qu'ud قعود جمع قاعد وانك صوم الري وحان لو تذكيري بحسب باعتبار الشخص او النفر فسلم علينا النبي قال السلام روايه تريبده هران هور مريه اسكو دريسي غان مداريد ايو سلامتا هدنا وحسوعي روايه ابو داود باب كان وسوعليي سلامتا بس شيغيس رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ ابي داود وانا لفظ ابي داود كي ترمذي ورا ما سو شيغي ولفظ الترمذي ونسوعليي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر نبي قال صومر في المسجد يوما مالي مال ما كمذا يقول نبي مسجد كصومر وعصبة جمع عصبة من حيث اللغة وطبعا بالله شيغا طبعا نمان وحيد مي وطبعا إلى عفرتم بعصبة اللي يده هذا عصب بالغو جمع كغرفة وغرف وكالي وعصبة رحان إيا كوع من النساء دمع وقعود جمع قاعد إذن وانا تذكير كنا بحسب باعتبار الشخص أو النفر بين اللي يده فألوى نبي حمي داري رارع شيء بيدي قعندي سي بالتسليم الصلاة أبو كل إشارة والله سبحانه وتعالى أعلم.